الرحيم والصلاة والسلام على النبي محمد أشرف المرسلين. السادة وكلاء الملك بالدائرة القضائية، السيد والي أمن مراكش، السيد القائد جهوي للدرك الملكي بمراكش، السادة نواب وكيل عام للملك ونواب وكلاء السادة وكلاء الملك بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، السادة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، حضرات السيدات والسادة الحضور الكرام، كل واحد باسمه وصفته. أود في البداية أن أعبر لكم عن مدى سروري البالغ لافتتاح دورات تكوينية المبرمجة خلال سنة 2024 لفائدة السادة نواب الوكيل العام للملك والسادة نواب وكلاء الملك وكذا ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، والتي تأتي في سياق قانوني مهم تعرفه بلادنا في إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة المتعلقة بالحكامة الجيدة وترسيخ قواعد المسؤولية والمحاسبة، وكذا تشريع مجموعة من النصوص القانونية لا سيما في مجال مكافحة الجرائم وتخليق الحياة العامة، التي عززت المشهد التشريعي الوطني بقوانين حديثة تدعم متطلبات العدالة في مفهومها الشمولي. وسيرا على المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 الذي اعتبر أن نجاح برامج إصلاح العدالة في جزء كبير منه رهين بنجاعة التكوين القضائي وجودته، مع انخراط القضاء في جهود التنمية والمساهمة في توفير المناخ الملائم للاستثمار ودعم التكوين التخصصي في المواد الأساسية. حضرات السادة الأفاضل، إن التكوين المستمر الذي نعطي انطلاقته اليوم يأتي في سياق تنزيل التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي المنعقد بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، والذي أكد على ضرورة الاستمرار في تأهيل العنصر البشري والاهتمام بالتكوين الأساسي والمستمر لمواجهة الجرائم المستحدثة، مع الحرص على مواكبة المستجدات القانونية والاستمرار في عقد الدورات التكوينية على المستوى المحلي والجهوي بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتتبع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقد في الجانب المتصل باحترام الضوابط القانونية وشكليات إنجاز المحاضر. إن التدبير الأمثل لمرفق العدالة وتحقيق النجاعة والرفع من جودة الأداء هو رهين بضرورة اعتماد الجدية في العمل وفرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما أكد عليه جلالة الملك نصره الله في خطابه بمناسبة ذكرى 24 لاعتلاء جلالته عرش أسلاف الميامين، حيث قال جلالته أن الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل وأن تشمل جميع المجالات، الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية من خلال خدمة المواطن واختيار الكفاءات المؤهلة وتغريب المصالح العليا للوطن والمواطنين والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة، انتهى نطق الملك السامي. حضرات السادة الأفاضل، أتمنى لأشغال هذه الدورات التكوينية المبرمجة خلال هذه السنة كامل التوفيق والنجاح، وأن تدخل هذه المبادرة ضمن سلسلة الإصلاحات حتى تعم مظاهر دولة الحق والقانون والمؤسسات التي رسمها الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ووجه أعضاء النيابة العامة إلى العمل في إطارها إلى جانب باقي سلطات الدولة من
بما في ذلك الأمن الوطني والدرع الملكي. كما أشكر كل من سيساهم في تأطيرها، آملين أن تحقق الأهداف المرجوة منها وتساهم في الرفع من جودة العدالة ببلادنا، حتى نكون في مستوى انتظارات المواطن ومتفاعلين مع التوجهات الملكية السامية في كل ما يتعلق بإصلاح العدالة المغربية. وفقنا الله جميعا لخدمة الوطن في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.